عدنا لحضراتكم مرة أخرى ضيوفي في هذه الفقرة الهامة، اللواء صلاح الدين عبد الوهاب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق. أهلا بيك في الحياة. أهلا اليوم. ومحمود عبد الرحمن سايس وحاصل على بكالوريوس تجارة. أهلا بيك يا محمود في الحياة اليوم. قضية المطروحة أخيرا، وزير التنمية المحلية بيوافق على اللائحة التنفيذية للقانون 150 لسنة 2020، وهي بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن. تمام. رأيك إيه في القانون ده أخيرا سنة 2020؟ بالظبط كده. بس اسمح لي يا أستاذ محمد أدي نبذة بسيطة بسبب إصدار هذا القانون. إحنا كانت دايما مشكلة المرور عندنا إن هي شبكة الطرق لا تتواكب مع الزيادة المضطردة في أعداد المركبات، فكان حلها إيجاد طرق، إيجاد وسيلة نقل جماعي لتخفيف حجم الحركة على الطرق. اتنين، فتح محاور مرورية جديدة، تمام، مع توسعة وإصلاح ما هو قائم بالفعل. تلاتة، سياسة الانتظار، وهي دي محور الحديث بتاعنا النهاردة. إذا لم يصدر هذا القانون وإذا لم يحسن سياسة انتظار للسيارات ستهدم ما قبلها، ستهدم ما قبلها. ليه؟ لأن الانتظار القاتل للسيارة بمثابة جلطة في الشريان المروري، تمام حضرتك؟ لذلك صدر القانون 20 لسنة، قانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار السيارات، ويتواكب مع التطور الجديد في التكنولوجيا المزمع إقامتها في إقامة جراشات جديدة. القانون ده حضرتك نظم حاجات كثيرة جدا. أهم حاجة بالنسبة لك إيه؟ أهم حاجة بالنسبة لي إن هيبقى في لجنة مختصة بتحديد الأماكن المنتظر فيها، ووضع شروط، ووضع تسعيرة لكل مكان تختلف من مكان إلى مكان، وسيكون اللجنة دي حددها السيد المحافظ في كل محافظة؟ بالظبط. وفي كل حي كبير؟ بالظبط، لجنة من المحافظة، وسيشارك فيها عناصر من وزارة الداخلية سواء مرورية أو أمن عام، تمام، للإشراف على هذا، مع تحديد شروط للقائم على تنظيم السايس. يعني هتحط له 7-8 شروط مهمة جدا، تمام، هنتكلم فيها بعدين. نتكلم فيها بعدين. وهو ده اللي يحدد، وهيحددوا السعر، بيحددوا السعر لكل منطقة تختلف عن منطقة عشان الأخرى. ما يجيش واحد يقول لي اديني زيادة. لا، لو اداك زيادة سعادتك ده ليها برضه إجراءات إلغاء ترخيصه على طول كده، عقوبتها إلغاء ترخيص. أهلا بيك يا محمود في عالم البخ. اهلا بحضرتك. ماشي. تمام. انت سايس مش كده؟ انت ليه يا ابني، انت مش خريج تجاره؟ ايوه. ليه بقيت سايس؟ انا كنت بشتغل مساعد محاسب في شركه سياحه، بس جت موجه الكورونا وكده لقيت نفسي ان انا متجوز وكده وفاتح بيت، في مسؤوليه، لازم هشتغل اي حاجه. مفيش عيبه في الشغل على فكره. بس انا جدي كان معاه ترخيص زمان وكده، وخالي بقى يعني هو اللي موجود دلوقتي في المكان شغال في ساحة انتظار سايس. بس ما جت موجة الكورونا وكده قال لي تعالى طب اشتغل معايا طالما ايه الدنيا وقفت وكده. نزلت معاه في الشغلانة دي. المهنة بتكسب؟ مش مكسب يعني مربح، هي كمان عادي زيها زي اي شغلانة. يعني يا راجل، ده في ناس في الزمالك وهنا وهنا، العربية طبع البوسطة 20 جنيه. انت النهارده لو طلعت السايس 3 4 جنيه ولا 5 جنيه بيبص لك كده ويرموهم لك تاني في العربيه ويدور وشه. مش كله يعني، هي كمهنه اكيد فيها ناس وحشه وناس سيئه وفيها ناس زي يعني زي كده. انتوا عندكم ترخيص؟ اه. واقفين في مكانكم ده من ايام جدك مش كده؟ ايوه من تمام زمان. ودي ساحه انتظار. ايوه. انما انت عارف طبعا ان في مناطق بيسيطر عليها. طبعا في مناطق بيبقى فيها ناس مش كويسه بيسيطروا عليها وبيبقوا واقفين كبلطجه وكده، وبيبيعوها لبعض، وبيبيعوا بيأجروها لبعض كمان، واتوات وحواديت بينهم وبين بعض. بس برضو يعني في ناس كويسه، في ناس. انا ما قلتش ان مفيش ناس. تمام. كويسه، انا بكلمك على اللي احنا بنعاني منه. خد بالك من حاجه، انا كمواطن بعاني، انتوا بالنسبه لي كلكم واحد، زي بالنسبه لي الشرطه كلها واحد. بالظبط. واخد بالك، انتوا المفروض بتدوني خدمه. تمام. ليه اخد منك الخدمه وانت متكبر عليا، وانت بتتعامل معايا بشكل وحش، وانت مصر انك تاخد مبلغ زياده؟ لا والله امشي من هنا، انا حاجز المكان. مش كله برضه يا استاذ محمد، في الحلو وفي الوحش زيها زي اي مهنه، اي مهنه فيها كويس وفيها مش كويس.
بس هي فكره يعني انا واحد من الناس اي حد بيقف معايا ما بحددلوش سعر ولا اي حاجه، بيبقى ذوقيا منه، هو ذوقيته هيديني كذا، هيديني 5 جنيه اخدها وبرضه بيها الحمد لله، لان انا برضه يعني نازل ان انا ده شغل مش اللي بتشتغل كام ساعه في اليوم؟ بشتغل 10 ساعات مثلا. 10 ساعات؟ وبتمسك ورديات تانية 24 ساعة؟ لا هو انا بشتغل 10 ساعات اللي هم فيهم شغل، لان اساسا بالليل يعني وسط البلد ما بيكونش فيها حاجه كتير. فبيبقى الشغل معايا انا وخالي بس، بنبقى شغالين مثلا كده. المنطقه اللي انت واقف فيها او اللي انت بتشتغل فيها بتاخد كام عربيه؟ حوالي 10 عربيات 15 عربيه، مش مساحه كبيره برضه. 10 15 عربيه؟ وده ناس بقى بتركن بالشهريات وناس موجوده شهريات؟ لا شهريات دي بيبقى مثلا لو حد ساكن، بس مش بتفرض عليه يعني، هو اغلبيه السكان هناك ممكن يجي حد مثلا بيبقى هو كل شهر بيجي مثلا، لان هو ساكن موجود كل يوم، هيجي يديك 100 جنيه 150 جنيه كده شهري. بس مش مبلغ برضه، خد بالك احنا مش جايبين الضرايب واقفه ورا منك يعني، والله مش بالك ماشي مش مساله ضرايب، مش مبلغ والله. طبعا انت طبعا ايه عشان ضابط شرطه، بص على طول بدات تضحك على سعر كلامه. بس انا بص، ما انا عارف، انا متخيل طبعا هو مش هيقدر ان هو يتكلم معاك طبعا بطريقه ماذا يحدث، بس هو لو بيتكلم في 10 15 عربيه طبعا ده بيختلف عن المنطقه اللي انتوا بترصدوا ان في يعني مجموعات ضخمه كده وبلطجيه جامدين قوي بيسيطروا على شوارع كامله. اكيد. وبينزلوا رجالتهم اتوات فعلا، وبيأجروا الرصيفه. انا اعرف ان في رصيف في الزمالك اتأجر ب 10,000 جنيه في الشهر. اكيد طبعا، انه بيحصلوها بالساعه، بيحصلوا الانتظار بالساعه، ما بقتش باليوم او بالفتره اللي بيقعدها المواطن، لا بقت بالساعه. ودول ما كانش معاهم رخص زي اللي مع محمود وخاله. بالظبط. وكمان المشكله في الفتره اللي فاتت ان يعني كانت ما كانش في قانون بينظم مخالفه مزاوله مهنه بدون ترخيص في الجزئيه ديت اساسا. القانون ما كانش فيه. القانون اللي صدر ده بقى كده بينظم هذه الجزئيه. طيب خلينا نتكلم في الحته دي. يعني كان في مجموعات معاها تراخيص قديمه ودول واقفين في اماكن على قدهم وما يقدروش يصطدموا بالجيل الجديد اللي طلع في ال 15 20 سنه اللي فاتوا. بالظبط. اللي هو قتالين قتلة يعني، اللي هيقرب من اكل عيش يا باشا وابعد من هنا والكلام ده كله. وايضا الحكومه ما كانتش بتستفيد من دول. بالظبط. لان هي الاحياء ما كانتش بتحصل منهم فلوس. بالظبط. او على الاقل بالظبط يعني ما بتحصلش رسميا. ما بتحصلش رسميا او ما بتحصلش المستحق. تمام. من هذه المجموعات، ولكن القانون اختلف. هل ممكن لزملائنا بعد اذنكم ننزل اهم مواد اللائحه التنفيذيه اللي اصدرتها الوزاره طبقا للقانون، واحنا بنتكلم كده هننزلهم على الشاشه، هننزل المواد دي. انت شايف ايه اهم المواد اللي موجوده؟ يعني انا عارف ان انا اهم المواد حضرتك اللجنه، انت قلتها اللجنه قلتها طبعا، تحديد الاماكن والاوقات، تحديد الاماكن والتسعيره لكل مكان. والتسعيره ورخصه المزاوله والشروط الواجب توفرها في منح رخصه المزاوله. مش لاي شخص، مش لاي شخص، لا طبعا يعني 21 سنه يجيد القراءه والكتابه. هنقولها تاني، هنقول الشروط، ولكن خلينا نتكلم على المواد. احنا هنخش على الشروط بعدها لان دي مهمه جدا جدا. انما لازم يكون في رخصه للي بيزاول هذه المهنه. لو انا دلوقتي بعد كده في هذه الشروط، لو انا رحت سياده اللواء ولقيت واحد بيركن في حته ومعهوش مش معلق البادج ومش عامل ايه والكلام ده كله، ده يبقى ايه؟ يبقى مخالف. ده يبقى مخالف. اعمل انا ايه؟ ولا اسكت ولا انت اللي لا يا فندم، تبلغ اللجنه المختصه اللي هتبقى اللي موجوده في المحافظه على طول. في المحافظه؟ مش الداخليه بقى؟ لا في المحافظه، لا في ممثلين من وزاره الداخليه ضمن هذه اللجنه. تمام. ممثلين وهيتحركوا عليه. بالظبط. ودي بقت قضيه. بقت قضيه. ويتقبض عليه. ده يتقبض عليه، ده فيها حبس حضرتك. ويخش حبس. فيها حبس وفيها غرام. طيب كويس جدا. طيب المرحله القادمه للتطبيق هيبدا قطاعات انت شايف، ولا هيتعمم مره واحده على كل انحاء الجمهوريه؟ انا شايف ان هو هيتعمم على مستوى مختلف محافظات الجمهوريه، لان هذه اللجان هتبقى مختلفه من محافظه لمحافظه. لا مانع انه يمشوا مع بعض بالتوازي، بالتوازي جميع المحافظات تمشي مع بعض هذه اللجان، انشاء هذه اللجان بالتوازي، ثم تحديد الاماكن وتحديد التسعيره لكل مكان. والهدف من الكلام ده الاستاذ محمود قال نقطه مهمه جدا. قال ان المساحه بتاعته
10 الى 15 عربيه. لازم يحصل تطوير في هذه الجزئيه، انشاء جراشات متعدده الطوابق. ايوه بس الحكومه لما هتعمل الجراشات متعدده الطوابق دي مش هتدخل محمود وهتاخد اكل عيش وماشي. مش عايزين محمود. انت مش عايز محمود؟ لا يا لا يلا روح يا ابني. لا محمود شركات استثمار هي اللي تبني وتشغل محمود. ما هو محمود وتشغل محمود. طبعا طبعا تمام. انا مش طيب. التعامل مع خليني محمود خليني ارجع محمود. معاك يا باشا. في المهنه بتاعتكم مفيش شروط، اي حد بينزل وبتشوف ناس كتير، يعني انا فوجئت ان انت راجل معاك بكالوريوس تجاره، خالك متعلم؟ معاه دبلوم. دبلوم. انما انتوا بتشوفوا ناس بقى وسوابق وحواديت ومطاوي بتتشد وخناقات وشوم وسنة. لا بس في ناس. لا بتوصل يا محمود بس انت ما بتقدرش تقول. لا لا مش ما اقدرش اقول. هو في ناس مش كويسه اكيد، يعني في اي شغلانه عامة في ناس كويسة وفي ناس بتبقى نازلة بلطجة زي ما حضرتك بتقول كده، ناس نازلة بتبلطج على الواحد وبيفرضوا عليه ان انا اخد قد كده، انما في ناس برضو بتقف ده رزق. عارف احنا عارفين كويس. بس قول لي بقى في شروط نزلت، انت عرفت ايه هي الشروط؟ وعرفت الشروط ان بيبقى في اوراق بقى وتأمين. تمام احنا هنزل الشروط وانا بقراها وانت تعلق لي عليها. تمام. اولا طبعا صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر. تمام. مش كده؟ المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه. إلا إذا كان مثبت في البطاقة أو شهادة محو أمية. يعني ما عادش ينفع إن أنت ما تكونش عندك شهادة على الأقل محو أمية وتعليم الكبار. ورخصة قيادة. أداء تقديم طبعا حتة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء. رخصة قيادة سارية. وأصل المستند. وصحيفة الحالة الجنائية. هنا ثانية واحدة محمود، لو ده راجل مثلا عنده سوابق يمنع من الرخصة. أي يمنع من الرخصة، من منح الرخصة إذا كانت هذه الجرائم مخلة بالشرف. مخلة بالشرف. مخلة بالشرف. تمام تمام. شهادة صحية من الطب الشرعي تثبت اللياقة الصحية ليه وعدم التعاطي. اللياقة الصحية ده موضوع تاني. التعاطي ده بيجيب تحليل من المعامل المركزية من وزارة الصحة. تمام. ليه بقى؟ لان هي دي من منطلق ان هو بيقول في بلطجه. لا يمكن اي سايس يعمل بلطجه والكلام اللي حضرتك قلته الا لابد ان يكون بيتعاطى شيء. لا ما في يعني. لا في ناس فاكره ان البلد دي بالدراع وهو كده بيكون غير طبيعي وهو فرد. مش لازم يكون غير طبيعي هم في. لا انا اسف ماشي. لا في منهم كده وفي منهم كده. صح صح. انما بعد كده بتروح تسلم الترخيص بتاعك. تمام. وبتنتظر للجنة انك انت بتبدأ بقى تتعامل معاها عشان تطلع لك الرخصة. صح صح يا باشا. ده قانون الساس الجديد ده المطلوب، الاوراق المطلوبة. بدأت تتقدم؟ انا بقدم، الورق موجود بس لسه بقى يعني الرد ما جاش. يعني السنة ورقي كله المطلوب كله موجود، يعني انا مؤهل عالي، رخصة، اعفاء جيش لان ماليش اخوات، ما كل الاوراق مطلوب المطلوبة موجودة. بس هو حاجة كويسة ان القانون ده هيتعمل عشان برضو نمنع بقى يعني ان حد يشوفنا بصورة ان احنا بلطجية او ان احنا كده. لا في ناس هي عايزة تشتغل، ده شغلانة زي اي شغلانة، هتبقى شغلانة طبيعية. اما تتقنن هيبقى وظيفة، اكنها وظيفة. احنا بنشتغل برضو، بنخدم برضو الناس، بنحافظ على عربياتهم اكيد برضو كده. حد يعني ما يجي يسيب لعربيته هيبقى مآمن ان هي مع واحد متعلم وكويس يعني ومعاه رخصه رسميه وهتعلقه الرخصه هيعرف يوصل له يعني برضه. هيعرف يوصل له لان النقطه دي مهمه جدا. طبعا يعني في ناس بتقف في بعض الاماكن ويحصل حاجه في العربيه ترجع نفس المكان تلاقي الراجل ده مش صح. مش موجود. مش ما اعرفوش يا باشا. ما خلاص واحد تاني جه او هو مش ساب المكان. بالطريقه دي بالترخيص ده هيرجع نفس المكان نفس الشخص اللي ممنوح له رخصه هيلاقيه ومش هيديله فلوس يرجع. اكتر من اللي اتقال. الحكومه قالت الساعه ب 10 جنيه في وسط البلد هاخد مثلا مش كلها هتبقى بالساعه ومش كلها حسب ما بيتقال. طب ايه رايك حضرتك في حته ان الرخصه هتطلع 3 سنين بس وتجدد كل 3 سنوات؟ دي حاجه يعني ما عادش في رخصه دائمه. يعني هم دلوقتي عندهم رخصه بتاعت جده توارثها خاله. أيوة. مش كده؟ صح. رخصه للاسره كده في مكان معين. هو انا بصفه عامه هي هتطلع كل 3 سنين بس. بصفه عامه حضرتك اي ترخيص بيمنح لفتره مؤقته ويجدد بعد فتره طالما قال فتره محدده يبقى لاستيفاء او مدى بقاء الشروط كما هي. تمام حضرتك؟
يعني انا ليه بقول له 3 سنين؟ 3 سنين بالسنه اللي بعدها برضه بيجيب لي صحيفه الحاله الجنائيه، وبيجيب لي الفيش والتشبيه، وبيجيب لي الكشف الطبي، لاستيفاء الشروط، اتاكد بان الشروط ما زالت قائمه فيه، عشان كده بنقول 3 سنين وتجدد. الحكومه هتحصل قد ايه من الناس؟ من السياس بقى لما تنظم. انا في اعتقادي ان من السياس مش هيتجاوز المبلغ، مبلغ كبير يعني. هي الهدف من الموضوع دوت ليست جباية. وعلى فكره الحكومه اللي هتحصله ده هيساهم في انشاء جراشات جديده، هيخش يفتح له صندوق مخصص ويساهم في انشاء اماكن وساحات انتظار اخرى، مش هيبقى مورد دوله يعني. مش هيبقى مورد لا هيبقى لان هيخصص. هو هنا في اجزاء في اللائحه التنفيذيه بتقول ان ممكن توصل لمرحله ان حد يطلب انك تديني ايصال انك انت استلمت مني مبلغ قد كذا، توريد يعني ان انا طبعا ما هنا انا جيت ركنت عندك وانت راجل مرخص وبتدفع صح. فلوس اما تبقى بترخيص بقى يا باشا يعني. انما لو طلبوا منك تطلع لي ايصال هتطلع لي ايصال اكيد يعني. انا مرخص دلوقتي انا مرخص رسمي انا واقف بشتغل، اللي بحصله من الناس هيبقى انا معايا وصل برضو، ان انا اللي انا موقفه ده هيحاسبني بيه. ايه اللي مخوفكم من القانون؟ لا انا مش خايف. انا مش خايف ياخدوا منك فلوس. بياخدوا منك قد ايه الوقت الحقيقي؟ بياخدوا منك جزء طبعا عشان رخصتك مش كده؟ اكيد. بتدفع قد ايه تقريبا؟ خلك اللي عارف. انا ما تفاصيل ما عنديش. ما عندكش التفاصيل لا. دي تمام. انما مش متخوف خالك مثلا ان هو هيدفع زياده بقى الوقت؟ مش تخوف على قد ما الواحد برضه هو كده كده احنا يعني ما ندفع هتعرف تحصل اللي انت بتدفعه برضه، لان انت واقف شغال، فمثلا هياخدوا منك مبلغ معين هتدفعه، بس تبقى انت ايه واقف شغال معاك وواصلك مع الزبون اللي داخل عليك بتركنه، انت عارف ان دوت انا هيديني قد كده معايا وصل برضه بحاسب الزبون بيه، فاكيد هم برضو مش هيحط لنا رقم تعجيزي، هيحطوا رقم يبقى مناسب لان احنا ايه نقدر نلمه من الشارع ونلاقي لينا برضو ايه مبلغ لينا يعني. بس وهتلبس زي؟ انا بلبس زي عامه يعني دلوقتي بلبس زي ستره صفرة كده زي بتاع يعني شبيهه اللي هي الستره الصفرة دي. تمام. دي بلبسها وواقف قانون، انا واقف قانوني من قبل السنه يعني، من لان القانون ده كان من سنه مفروض ان هو ايه يطلع. ما هو كان معايا رئيس لجنة الإدارة المحلية الحقيقة أحمد سجيني وقال إن كان مفروض إن احنا نطلعه، وده من أوائل القوانين اللي خلاص أو هم طلعوه لسه مستنيين اللائحة التنفيذية بتاعتهم. فأنا كده كده ببقى واقف بزي عادي أصفر كده، والحمد لله الناس بتيجي يعني، الحمد لله الواحد مش بيشكر في نفسه، بس الناس عارفة إن هي بتسيب حاجتها في أمان والحمد لله. إيه مشكلة الركنة؟ قول لي يعني. أنت في وسط البلد دي منطقة طبعًا زحمة. مش عايز أقول لك ازدحام جامد، زحمة جامدة، فاحنا برضو بنسهل في حركه المرور ان احنا بنبقى واقفين بننظم الشارع، مش عايزين برضو زحمه كده. الشارع عندك ممكن يتسد في اي لحظه من الزحمه، انت في وسط البلد فاكيد زحمه. يعني اللي قاله سياده اللواء صح، ان انت لو حته ارض فاضيه يروحوا بانيين عليها جراج 10 ادوار مثلا، جراج ميكانيكي دلوقتي حضرتك او الميكانيكي اللي بيتحرك. بالظبط بدل ما يساوم 10 عربيات. اكيد سياده اللواء يعني مش هيقول حاجه غلط، بس برضه هي فكره كويسه برضه. احنا اهم حاجه يكون معانا قانون ان احنا نبقى واقفين، الناس اللي داخله علينا بنركنها ديت عارفه ان احنا واقفين وتبع الحكومه وكل حاجه يعني، وكل حاجه قانونيه عشان قانون. هو كمان يكون مطمن لما يسيب عربيته. ال 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 الحاجات الحديديه الميكانيكيه اللي موجوده في كل عواصم يعني، ليه ما دخلتش مصر دلوقتي؟ لغايه للاسف لا اقول ليه؟ لان مفيش جدوى، ما كانش في قانون دوت، ما بقاش في جدوى ان هو يستثمر مال كبير، ده راس مال كبير، ويلاقي الراجل واقف في الشارع ما حدش بيقول له انت بتعمل ايه. ومحدش يقدر بالظبط كده، فما ينفعش فيجي في توت الحته استثماره ده راح. لا انا عايز لما اعمل جراج متعدد الطوابق 10 ادوار قدرة استيعابية. لا خلينا نسيب الجراج بتاع الطوابق ده استثمارات بالملايين. ده انما نتكلم على الجراج الحديد. ما هو ده اللي انا قصدي عليه. اللي بيطلع العربية دي كده. الجراج الميكانيكي ما هو متعدد الطوابق. ما هو انا عارف بالظبط. في انواع منه كتير. ياخد 5 عربيات 10 عربيات فوق بعض. ده 10 في الدور. ما انا عارف. ده 10 في الدور بيطلع العربية بتطلع بالاسانسير او بتطلع بحلزوني زي ال لا مش هتكلمش على فكرة اليابان، انا بتكلم على عمودين الحديد اللي بيشيلوا العربية ويروحوا مطلعينها لفوق وهي باينة العربيات كده مرصوصة زي الرف في الرف بتاعها. رف الكتروني كده حديد.
وده تستثمره مش جامد قوي بالمقارنه بالبناء العملاق اللي حضرتك بتتكلم عنه ده. بالظبط. ليه ما حدش عمل ده في وسط القاهره؟ ما عملش دوت لانه هو لو عمل كده ما حدش هيجيله، هيلاقي اللي هيركن ممكن يركن في مكان مش هيدفع فيه، او لو دفع هيدفع فين الـ فين الـ فين الـ فين زمان العداد؟ كنا قعدنا زمان فجاه كده فتره في الداخلية. فتره والبتاع اللي بتطلع الخازوق اللي كان محطوط في الارض ده ويروح طالع قافل لك العربيه وبتاع ووقف التاني ليه؟ حتى دي كانت وكانوا السياس بيبوظوها كانوا بيتعمدوا يبوظوها، لان كانت الناس اللي ماسكه الحكايه دي شركات لقت نفسها بتخسر ما بقول لك السياس كان يركب العواديد بتاعته دي كلها يجي السياس بالليل يروحوا مكسرينها له كلها تاني يوم الصبح عشان الكلام ده. طبعا المفروض هو حتى الكلام النقطه اللي حضرتك خسرتها، المفروض كل ساحه انتظار اللجان تحدد القدره الاستيعابيه لكل ساحه، تعلن عن التسعير، تعلن يعني يبقى في مكان كده لافته حديديه مكتوب ان الانتظار هنا بكذا، تمام حضرتك؟ عشان ما يحصلش خلاف ما بين السايس وما بين المواطن وتخلص يعلن عنها بس دي في الساحات. بالظبط. طب الشوارع بقى اللي واقف يمين واللي واقف شمال واللي واقف عمودي واللي واقف صف تاني، ده قدام ده جامعه القاهره وحواليها دي منطقه بتدخل كل يوم يعني كميه بشر وكميه عربيات بتركن غير طبيعيه. ما هو في مناطق لا يوجد فيها ساحات انتظار، يوجد فيها ارصفه، والارصفه دي تحت ايد ناس ومن زمان جدا، وعلى فكره في بعضهم معاه رخصه ان هو يركن عربيات على الرصيف ده. بالظبط. وبيبيع لاماكن، يقول له انت خد الحته اللي هناك دي، ويبيع لعيال هنا ويبيع لعيال هنا. بالزبط. ويقول لك تحت الرخصه واحده. هتتعاملوا مع ده ازاي؟ مش احنا اللي هنتعامل، اللجنه حضرتك يا فندم، اللجنه المشكله من المحافظه هي اللي هتحدد الاماكن وليها رؤيه في كل مكان، سواء كان ساحه انتظار او مكان موازي للرصيف، وهل يسمح فيها ولا لا؟ تمام حضرتك؟ وفي بداوا يعني دلوقتي كمان، حتى تبص لشارع مصطفى النحاس النهارده مثلا قال لك ممنوع الانتظار موازي، بقت عمليه مطبقه حرفيا، الونش رايح جاي انتظار موازي، ما فيش عربيه بتقف صف تاني خلاص. فكل ده اللجنه اللي هتشكلها المحافظه هي اللي ليها رؤيه لكل مكان وهتحل مشاكله ازاي بعد كده. بالظبط. سياده اللواء صلاح الدين عبد الوهاب مساعد وزير الداخليه لقطاع الشرطه المتخصصه الاسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معانا. الاستاذ محمود عبد الرحمن سايس حاصل على بكالوريوس التجاره من منطقه وسط البلد. بشكرك يا محمود، شرفت ان انا كنت معاك يا حبيبي. انا اللي سعيد جدا جدا بيك، وسعيد ان انت قررت تنزل تشتغل وتقف، وان انت تبع رخصه جدك الله يرحمه. بشكر حضراتكم على المتابعه. الزمالك جاب الجول الثالث، تحياتي لكل زملائي الاهلاويه. الزمالك جاب الجول الثالث، بشكركم واتمنى ان ربنا يعدي الماتش ده على خير عشان نبات النهارده الخميس مبسوطين باذن الله. نشوفكم السبت الحياه اليوم.